في طايره ناشئين 19 سنه، ده يمكن انت النهارده وصلنا احنا بنشوف كم خدمات بتنزل من كتر الخوف، وفي الاخر الناس بتمشي. يا جماعه الرياضه مش كده، النهارده كابتن ويس سليمان اما راح زار كابتن محمد عبد الشافي، ودي يعني لفته طيبه جدا، العلاقه طيبه جدا بين اللاعبين، العلاقه طيبه جدا بين الجمهورين، العلاقه طيبه جدا بين المسؤولين وبعضهم. ولكن هناك من يريد ان يحدث فتنه، يجب ان يسال، يجب هذا الرجل ان يسال انت عايز توصل لايه؟ النادي الاهلي اتحمل كتير جدا، اتحمل من الضغط كتير جدا، مجلس اداره النادي الاهلي على راسهم بالفول الخطيب اتحمل ما لا يتحمله بشر. وكلنا انا يعني مش هقدر اتكلم عشان عيب، يعني مش هنزعل على حد، كابتن محمود الخطيب اتحمل ما يتحمل البشر، اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي نفس القصه، اداره تنفيذيه في النادي، اعضاء جمعيه عموميه، لاعبين نفس، ما فيش حد في النادي الاهلي مش متحمل هذا الضغط، ورغم كل ده النادي الاهلي عمره ما عاتب حد، النادي الاهلي بيعاتب نفسه، لو في اي اخفاق بيعاتب نفسه وبيجري عشان يشوف ازاي يصلح، يقف جنب لاعبته، لكن ما بنرميش يعني انا اسف ما بنعلقش شمعتنا على حد. ولكن هناك وفي النادي برضو انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن ايمن، احنا ما عندناش ابو سنيده بصراحه ربنا عشان خاطر نقدر نقول كل شويه اصل ده مش احنا. هناك في يعني التسجيلات موجوده، صوت بصوره موجود، هقبل دعوه وانا بشاهد شعب مصر كله، لو الشعب المصري اهلاوي وزملكاوي يرضى بهذا الكلام، هنقبل دعوه لشخص سب امهات مصر كلها